ده حد بينقصه بينقصه اربع اهداف لهذا النجم بينقصه باصه ده الخطوره عاوز يعدي عدى تصويبه جول جوه جول السباعيه السباعيه 7-1 تصويبه قويه ارضيه زاحفه باقدام سالم الدوسري يحطها في الشباك عشان يهز الشباك هز ويسجل الهدف السابع للزعيم في الدقيقة كام؟ ده في الدقيقة 85 من عمر المباراة أداء علي العال وفرحة كبيرة جدا وأداء ممتاز جدا. بص المهارة والجماعية، بص اللمحة والرؤية الجميلة والتعاون الممتاز بين بيونج سو مع سالم الدوسري والتصويبة القوية والكوبري الجامد جدا، كوبري قوي قوي جدا، كوبري جامد جدا جدا من لاعب سالم الدوسري، تعدي وتفوت من بين قدمين الحارس محمد الحمادي. 7-1 7-1 7 الهلال 1 من ياس